اسم وصفة؟ أحمد وهوب، نائب رئيس مجلس بلدي. نعم، كيف كتشوف هذا الحفل اليوم؟ هادو ناس ديال المحمدية كيحتفلوا بوليدات المحمدية، وليدات الناس ديال الجماعة. حنا معاهم في هذا الصباح باش نشاركهم في هذه الفرحة ديالهم وهذا اسمه. وهذا الشيء كله كيمشي في واحد الاتجاه ديال تنشيط المدينة وتنشيط كذا إلى آخره، ونتمناو إن شاء الله أن هذا الشيء يكون بخير إن شاء الله. اسم وصفة؟ عبد الرزاق أدادي. كيف كتشوف الحفل اللي قبليه رئيس النادي البلدي؟ هو الحفل يعني من الوهلة الأولى كيبان لنا هناك واحد الاستعداد وواحد تعطير في مستوى كبير، وهذه يعني دعوة للمواطنين باش يحفزوا وليداتهم باش يجيو للمسرح ودار الثقافة ويهتموا بالمجال الرياضي، وهذه مبادرة متميزة. السي جمالي معروف عليه يعني بالنضال ديالو بالدعم ديالو للمجال الرياضي، يعني هو ما خافيش على ابناء المحمديه، والاشعاع ديال هاد الجمعيه راه تعطي واحد الصدى طيب، يعني ونتمنوا انه جميع الجمعيات يمشيوا في هذا المسار هذا. كنشوفوا ديما حاضر في الرياضه. ايوا اكيد اكيد، يعني حاضر بقوه بشكل كبير، وهذا يعني غادي يعطي لجميع الجمعيات انهم يمشيوا يحدوا يعني ويحدوا بهذا يعني بهذا الحدو هذا، ويعني ونتمناو يعني شكرا يعني وسائل الاعلام اللي كتواكب يعني جميع يعني الانشطه الرياضيه والثقافيه، وهذه شكرا جزيلا ان شاء الله.